ما فهمتش علاش ديما بالصدفه نسي هما الضحايا اذا كان باش يصير اي حاجه اجراءات امنيه. ما مشكله كان باش نوليو نعملوا قرارات اللي تحد من حريات العباد على خاطر السيكوريتي، نجم يصيروا حاجات اخرين ما اخطر، معناتها اللي تحد من حريات الافراد. عندهم الحق يمنعوا على الشيء اللي نشوفوا فيه، بصراحه عندهم الحق خليه يمنعوا، ما في الاخر تبقى حريه شخصيه. مانيش لا ضد لا مع النقاب. يمنعوا هكا هو كانوا باش يعمل مشاكل، يمنعوا خاطر برشا عباد حتى للجوامع يدخلوا ولا حتى تلقى الحمام وتلقى رجل عامل نقاب. السيكوريتي نتاعنا معناتها اذا كان هي باش عبد باش يلبس نقاب انت ما تنجمش تشوفه، اما احنا انا موجودين قدامك انت تنجم تشوفني وانا ما نجمش نعرف العبد هذاك شنو، دونك عادي معناها انه يكون ممنوع على الاقل في الاماكن العموميه. بالنسبه لي ما لازمش نضحيه بشويه من الحريه على خاطر شويه امان، معناها خاطر على حساب هكاك اذا نجموا اي نهار اخرين نقولوا ما لا نحيوا الحجاب. وما فهمتش علاش ديما بالصدفه نسي هما الضحايا اذا كان باش يصير اي حاجه اجراءات امنيه معناها.